عنوان الحلقة: ظهر طيف حقيقي. ما رأيكم أن نذهب إلى الجبال في الإجازة الصيفية؟ الجبال؟ أنا موافقة. صديق العائلة لديه منزل في الجبل ودعاني للمبيت فيه برفقة من أريد. سيقول لي لا 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 يمكنني اصطحابك يا نوبي. هذا ما سيحدث. نوبي سيقولها. ألن تذهب معنا؟ كالعادة لا يريد العملاق أن يأخذني معه. سأذهب سأذهب. اصطحب معك دورايمون أيضا. حقا؟ علي الذهاب لإعلانه بالأمر. إلى اللقاء. دعني العملاق للذهاب معه. أنا سعيد جدا. حقا؟ وقال لي إن في إمكاني اصطحابك معي. يقع المنزل في عمق الجبل. لا تستطيع الحافلات الوصول إلى المنزل في الشتاء. إلى كم من الوقت نحتاج لنصل؟ اسمعني يا نوبي. ماذا؟ انسى الأمر. أخبرني ما الأمر. أثرت فضولي بعد أن تحدثت يا عملاق. حسنا سأخبرك. ماذا؟ في الحقيقة المنزل الذي سنذهب إليه يحكى أن أشياء غريبة تظهر داخله. وما تلك الأشياء؟ أطيار. سنصل قريبا إلى المنزل. سنصل قريبا إلى المنزل. بقي القليل فقط. لقد تعبت. أخافك حديث العملاق عن الأطياف، أليس كذلك؟ كيف علمت أني خائف؟ كيف لا أعلم ذلك وأنا أرافقك منذ مدة طويلة يا نوبي؟ صولجان النسيان. إن ضربت رأسك بالصولجان فستنسى ما حدث معك في الدقائق العشر الأخيرة. ماذا؟ ترى ما الذي كنت أفعله؟ لقد نسيت. كنا متجهين نحو الجبل. نسيت آخر عشر دقائق باستعمال صولجان النسيان. نعم هذا صحيح يا دورايمون. لما أنتم جالسون؟ سأسبقكم. لا يبدو عليه التعب. ماذا حدث له؟ وصلت. هيا أسرعوا أسرعوا. هذا متعب جدا. وأخيرا وصلنا. أنت مذهل يا نوبي. نسي أنه متعب ليس إلا. مرحبا أيها العم، أنا العملاق من المدينة. نعتذر من الإزعاج. مرحبا. 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 لا أحد هنا. أمر غريب. لندخل على كل حال. ألا بأس بذلك؟ لا 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 بأس، سندخل الآن. نعتذر من الإزعاج. نعتذر من الإزعاج. عذرا من الإزعاج. عذرا من الإزعاج. يا عم أنت هنا؟ لا أحد هنا. كتب عليها إلى العملاق. إنها رسالة من العم. ترى ما بها؟ عزيزي العملاق، ذهبت لزيارة مريض في القرية المجاورة. لن أتمكن من العودة هذه الليلة، لذا اعتني بنفسك وسخن الماء وتناول العشاء. ما هذا؟ أوصاك أن تأكل وتستحم. سنقضي هذه الليلة وحدنا. أليس هذا جيدا؟ صحيح. أليس من الرائع أن نقضي الليلة وحدنا؟ هذا صحيح، من الرائع أن نكون وحدنا في هذا المنزل الذي يقال إن الأطياف تظهر فيه. أنا من سأعمل لكم طعام العشاء. إذا نعتمد عليك. نحن في انتظارك. أوقدا نار الحمام. علينا ضغط زر التشغيل، صحيح؟ عليك أن تملأ الحمام وتقطع الحطب وتشعل النار. صحيح. هذا متعب جدا. علينا أن نتعاون جميعا، لذا نفذ ما أطلبه. آه.
هذا الحمام، فأنا لم أرى مثله إلا في العصور القديمة. يا إلهي، إنه كبير جدا. كم دلوا علي أن أنقل حتى يمتلئ بالماء. يجب عليك ألا تتهرب من تقطيع الحطب. لا أفعل هذا. لكنك تلعب. أنا لا ألعب يا نوبي، انظر. إنه نسخة منك. سأريك شيئا، انتظر. الآلي المتحول يتحول إلى الشكل الذي تريده وينفذ ما تطلب. رائع حقا. ليكن في علمك أن الآلي خاص بي، لذا لا تطلب إليه شيئا. لما أيها البخيل؟ حسنا، إذا هيا أعرني صولجان النسيان. ماذا تريد أن تفعل به؟ ما الذي كنت أفعله قبل قليل؟ ها؟ تقطع الحطب يا دورايمون. صحيح، لقد تذكرت. هذه فرصتي. اظهر بشكل نوبي. املأ الحمام بالماء. حسنا، لك ذلك، اعتمد عليك. اطمئن، سخنت الحمام. شكرا جزيلا. عملاق، لندع نوبي يدخل الحمام اولا، فهو من تعب بملئه. يجب ان يكافئ على عمله. في امكانك ان تستحم قبلنا. حقا؟ شكرا. لما يطفو الغطاء على الماء؟ ها، أشعر بالاسترخاء. ساخن ساخن ساخن. ما الأمر يا نوبي؟ قاع الحمام ساخن جدا، لا يحتمل. يجب عليك الجلوس على الغطاء الخشبي لحمايتك من الحرارة، وإلا ستحترق. ها، اجلس على الغطاء وانزل في الماء بهدوء، وبهذا لن تحترق. فهمت، شكرا جزيلا. خذ وقتك يا نوبي. بفضل العملاق عرفت طريقة استخدامه. لا أحب هذه الأصوات. لا شك أنه صوت الرياح. يا بيت الاصطياد. أقول لكم الحقيقة، وجود الأطياف مستحيل يا نوبي. لا شك أنك خفت من صوت الرياح. ليس صوت الرياح. لقد ظهر كما توقعت. يبدو أن الطيف لن يتركنا وشأننا. أصمت يا عملاق، قل لي إن الأشباح لا تظهر وإني توهمت ما حدث. لا أستطيع الكذب. لذيذ، الطعام الذي أعددته لذيذ جدا يا شيزو. شكرا بالهناء والشفاء. أرأيك أن نخرج غدا لاصطياد شيء ما من أجل الغداء؟ أنت قلق من شيء ما يا نوبي؟ أجل، أريد أن أذهب إلى المرحاض. من سيراقبني؟ اذهب إلى المرحاض وحدك يا نوبي. حاضر، سأبلل نفسي. عذرا. سأذهب لأطمئن عليه. أتيت لاصطيادك نوبي. لا يفتح. درايما، صوت نوبي. درايما ظهرت. الأطياف في المرحاض. انظر إلى الأذى الذي سببته لي. بدأت تصرخ كالمجانين بدلا من أن تشكر العملاق لأنه يطمئن عليك. صدقوني، كان الطيف يقول أتيت لاصطيادك. نوبي، يستحيل وجود الأطياف. أنت تصدقينني يا شيزا، صحيح؟ لا أصدقك، أنت ولد جبان يا نوبي. ماذا؟
حتى أنت يا شيزو؟ ماذا نفعل؟ كان المسافر يسير وحده على طول الطريق ليلا، ثم فجأة سمع ذلك المسافر صوتا غريبا خلفه. توقف ونظر إلى الخلف لكنه لم يجد أحدا، فظن أنه يتخيل. تابع المشي ولكن سمعه ثانية، جرى بسرعة محاولا الهرب من الشخص الذي يلاحقه، ولكنه كان كلما أسرع في الجري اقترب منه ذلك الصوت أكثر فأكثر، فأصابه الذعر وبدأ يتعثر بالحجارة التي كانت في الطريق، إلى أن وقع أرضا وفقد وعيه. ما الذي جرى لك يا نوبي؟ أخفت أنا بصراخك. إنها قصة خيالية ليس إلا، لا تخف يا رجل. دورايمون، أسمع صوت سير أقدام. إنه صوت المطر والرياح ليس إلا. سمعت هذا الصوت؟ كل الأشياء قديمة هنا، لذا تصدر أصواتا مختلفة عندما تهزها الرياح. ولكن كف عن إزعاجي، أريد أن أنام. إلى أين يا دورايمون؟ إلى المرحاض. انتظر، سأذهب معك الآن، أفضل من أن أذهب وحدي ليلا. لنستعمل المرحاض بالدور. ترى هل سينتظرني حتى أنتهي؟ انتهيت. انتظر قليلا. لا تستعجل، خذ وقتك. دورايمون، لا يمكنني البقاء هنا وحدي. أنت قاسي القلب يا دورايمون. سونيو، ما رأيك هذه المرة أن أرتدي الملاءة وأخيف نوبي؟ هيا اذهب بسرعة وأنا سأخيفه في المرة القادمة. كل شيء من تدبيرهما. حسنا، سأريهما. نوبي كثيرا. ها، ماذا سأفعل؟ ترى هل أصيب بأي مكروه؟ لقد تأخرت كثيرا يا نوبي. لم أتأخر كثيرا. ها، الأهم من ذلك سونيو. سيارة. ابتعد عني قليلا يا نوبي، لا يمكنني إخراج أي أداة. أرجوك نوبي ابتعد. ما من أحد هنا. إنها شيزو. ما الصوت الذي سمعناه؟ لا أعرف. ما الأمر؟ لما أنتم مجتمعون هنا؟ اكتشفت يا سونيو أنك والعملاق تتنكران وتخيفانني وتسخران مني. ماذا تقول؟ عما تتحدث؟ يغط العملاق في نوم عميق. هذا مستحيل. إذن من الذي صرخ؟ ربما كان صوت تشاجر القطط. لا توقظاني، أريد أن أنام. أيعقل أن يكون صوت تشاجر القطط؟ بدا لي كأنه صوت شخص. واثق بأنها خدعة جديدة. ترى ما الذي يخططان له؟ أشعر بالقلق. تفضلي. حسنا. كان وجه نوبي الخائف مضحكا جدا. العملاق بارع جدا. حان دوري الآن. لقد تأخر العملاق. إن انتظرته طويلا فسينتهي الوقت. سأذهب بحذر. أنت العملاق، أليس كذلك؟ لا تخفني هكذا، كف عن لعبتك السخيفة. كف عما تفعله يا عملاق.
أعلم أنك من فعلت ذلك، لا تخفني أكثر. أنا واثق بأني سمعت صوت صراخ شخص ما. يريد إصابتي. لم خائف وأنت تعرف الفاعل؟ لا أملك نفسي. غريب، لا أثر لسونيا والعملاق في غرفتهما. وجدتها في الممر. ليس في الغرفة، غريب. حدث شيء ما؟ يا إلهي، كيف تركاني وحدي؟ هاي سونيا، عملاق، عملاق سونيا. غريب، لم نعثر عليهما. إذن إلى أين ذهبا؟ دورايمون، مهلا. ما بك يا شيزو؟ لما تضربينني بهذه الطريقة؟ لا داعي لكل هذا الخوف. انظر هناك. لقد عرفتم، العملاق أو سونيو. كف عن هذا المزاح السخيف، يرعبني شكل الأضياف. دورايمون، أرجوك عد إلى هنا بسرعة. صوت أقدام تتجه إلى هنا. عملاق سونيو، توقف عن هذا. عذرا نوبي، أخفت الجميع من أجلك كما طلبت. يبدو أنك نسيت ما حدث بيننا يا نوبي. أتيت إلى حيث كنت قبل قليل وطلبت ذلك إلي. إذا كانا يسخران مني طول الوقت. حسنا، تحول إلى طيف وأخف الجميع. حسنا، لك ما تريد. ما رأيك؟ هل يعجبك هذا الشكل؟ لم أطلب إليك أن تخيفني. ماذا؟ آسف. ما الذي سأفعله؟ لقد تأخرت كثيرا يا نوبي. لم أتأخر كثيرا، لهذا سألني دورايمون عن سبب تأخري عندما عدت إلى الغرفة. أجل، أين أصدقائي؟ سيغضبون إن علموا أن كل ما حدث من تدبيري. وجدتها. لنقم بتمثيلية صغيرة، ستمثل أنك طيف حقيقي وسأطردك لأنقذهم منك. لك ذلك. اسمع، ستكون هذه إشارة بيننا، عندما أقوم بها عليك أن تخرج وتخيف الجميع. حاضر. اختبئ. ماذا تريد؟ ولماذا أحضرتنا إلى هنا؟ لقد ظهر طيف حقيقي. هذا صحيح، إنه طيف حقيقي. لا داعي لكل هذا الخوف، لا تقلقوا، سأطرد الطيف من أجلكم يا أصدقاء. لقد تأخر الآلي بالظهور، ترى أين هو؟ إنه يجيد الدور أكثر مما ينبغي. أخرج أيها الطيف الجبان. هيا أخرج أيها الطيف، هيا أخرج، هيا أخرج من هنا. ماذا؟ ما الذي تفعله أيها الطيف؟ هيا أخرج من هنا بسرعة، هيا أخرج قبل أن يفسد كل شيء. هيا أخرج، هيا هيا غادر هذا المكان. لا تعد ثانية. ها إن عدت ثانية سترى ما لا يعجبك. إياك وأن تعود إلى هنا مرة أخرى. نجحت الخطة. مذهل. طردنا
نوبي ذلك الطيف المخيف. إنه ولد شجاع. أشم رائحة كذبة كبيرة. نوبي، نوبي. ها؟ تعال، تعال، تعال يا نوبي. شكرا جزيلا، بفضلك نجحت خطتي. ها؟ متى ستصدر الإشارة؟ لما الإشارة بعد أن نفذنا الخطة؟ ولكنني لم أفعل شيئا. ها؟ أنا لا أزال أنتظرك حتى تصدر هذه الإشارة. أصدر الإشارة؟ أجل. إذن الذي طردته كان طيفا حقيقيا. ماذا حل بك؟ تماسك يا نوبي.